السلام عليكم اخوتي في الاسلام على فيسبوك وحول العالم النهاردة معادنا مع تحديث جديد لأكسس قرآن وهما بصراحة ثلاث تحديثات وانا كنت ماسك شوية عليهم عشان الناس ما من التحديثات الكتير اللي بعملها فهي تحديثات ما كانتش مصيرية فانا مسكت عليها من تحديث 806 تحديث 807 تحديث 808 فالتحديث اللي هو هكلمكم فيه النهارده ده اللي هو 808 وهقول لكم ايه اللي انا عملته في كل التحديثات دي لحد ما وصل ل 808 هم اربع تعديلات بس اللي عملتهم حاجات بسيطه جدا فالفيلم ده هيبقى قصير ان شاء الله فهبدا معاكم اكسس قران انا حاليا في الفيرجن 807 انا معظمكم هيكون عنده 806 بس انا عشان وقت التجارب وكده يعني مش هناقشكم في ايه التعديلات لانها كلها حاجات بسيطة فانا هنروح على طول على تاريخ الاصدار وهقول تشيك for نيو version لا اهو version 808 فبيسألني اذا كنت عايز احملها هقول yes وبيبدأ هو دلوقتي يحملها الفايل عشان انا بغير الفرونت اند والباك اند فحجمها 18 ميجا بايت تقريبا او جاست ابوف 18 ميجا بايت يعني اكتر شيء بسيطه تاخد عندي 3 دقائق عشان انا في استراليا معاكم ممكن تاخد اطول ولكن لما يبقى في تعديلات مش هعمل فيها الباك اند اللي هي الداتا فهتبقى الفايل سريعه جدا هتبقى حجمها تقريبا 1.7 ميجا بايت فهتنزل تقريبا في 20 30 ثانيه بالكتير قوي عندي عندكم ممكن في دقيقه او حاجه فانا هوقف التسجيل دلوقتي وهرجع لكم لما الفايل تكون قربت تنزل نزل دلوقتي النسخه اللي هي 808 فانا بتسالني اذا كنت عايز اركبها او اقول يس فهيبدا دلوقتي برنامج التحديث في بقى هنا تعديل انا عملت مهم جدا انه انا بحدث من النسخه دي للنسخه دي حتى لو غيرت الباك اند اكسس قران هتعمل ريستور لكل الداتا بتاعتك اي حاجه عملتها لو كنت زودت روتس لو كنت حفظت عد لاي ايات لو كنت عملت سيرش تاج الخلاصه ان اي حاجه انت بتعملها في اكسس قران هتقوم برنامج الاوتوماتيك ابجريد ده هيقوم مرجعها ليك بعد ما يبدل النسخه الجديده فانا هقول دلوقتي ابجريد بقول يس yes. هو دلوقتي شغال هياخد اطول سنه بسيطه لان زي ما تلاحظوا هنا كومباكتنج تحت لانه بيعمل كل الحاجات دي دلوقتي اللي هو بيرجع الداتا كلها وكل الكلام ده يعني مش مده طويله قوي حاجات بسيطه برضو اخلص اهو وكده ركب البرنامج فانا هخرج هبدا دلوقتي اكسس قران واناقشكم في الاربع حاجات اللي انا عملتهم. اول حاجه عملتها ان في ال... كان في مشكله في الكنترول سي لما انا كنت اعمل هايلايت مثلا لكلمه او جمله مثلا وعايز اعمل كنترول سي ان انا بعمل لها كوبي، طبعا انت ممكن ما فيش رايت كليك هنا. ان انت تعمل كوبي فكان الحل الوحيد يا يعني اما انت تعمل ادت كوبي من فوق هنا او ان انت تعمل كنترول سي طبعا كنترول سي اهم حاجه بس انا عشان عندي شورت كاتس كتير عشان الزرار كتيره فانا الكمبيوتر هو اللي بي يعني اللي بيعمل الشورت كاتس هو فيه بيبقى بيلتين شورت كاتس بس طبعا مش هيبقى عنده شورت كاتس للزراير بتاعتي لكن عنده شورت كات للكنترول سي للكوبي و للبيست كنترول في لكن مع البرامج اللي هي ال... الناس بتعملها مش ويندوز ولا حاجه مش هيبقى في شورت كاتس فانا عشان انا اعمل الشورت كاتس لازم اقول للكمبيوتر اشكرك مش عايزك انت بقى ت... تاخد بالك من الشورت كاتس وانا اللي هاخد بالي منها فانا كده وقفت الكمبيوتر من ان هو ياخد باله من الشورت كاتس وانا بس اللي باخد بالي منها عشان اقدر ازود كل الشورت كاتس لكل الزراير اللي في الشاشه زي ما انتم شايفينها طبعا طالما انا وقفت الكمبيوتر ان هو يعمل اي شورت كات زي الكنترول سي فالكنترول سي انا اللي لازم برضو اعملها واقوم انا اللي هعمل كوبي والكنترول في انا اللي لازم اعملها لان انا وقفت دور الكمبيوتر تماما ان هو يتصرف حسب الشورت كات اللي اليوزر بيعملها فانا كنت نسيت في الفيرجن بتاعتكم ان انا اخد بالي من كنترول سي فكانت مشكله شويه فانا اصلحها المشكله دي يبقى دي تاني حاجه عملتها بالاضافه اللي هو ان الداتا بتاعتكو كلها هترجع سواء كانت سيرش تاج سواء كانت حاجات محفوظه احصاءات محفوظه سواء كانت اي حاجه الاوتوماتيك ابجريد هيرجع الداتا دي على طول تالت حاجة عملتها كان في مشكلة بالنسبة للايميل اللي هو الهيلب ديسك ريكويست اللي هو انت بتجيبه من الزرار ده طلب مساعدة او بتجيبه من الاحصاءات مثلا لو عندك الاحصاء ده من الزرار ده طلب مساعدة او من لو بتبص على الكلمات من الزرار ده طلب مساعدة او بتبص على الحروف من الزرار ده طلب مساعده فانا كنت بعمل ايه زي ما انتم عارفين من افلامي السابقه كنت باخد سكرين شوت واعمل لها زيب وابعتها الايميل ليا باستخدام اقلوك انا اكتشفت ان في ناس كتيره مش مركبين اقلوك وما بيستخدموش اقلوك خالص فده كان بيسبب ان اكسس قران ما تشتغلش لان اكسس قران لما بتيجي تبدا بتعمل تشيك لكل الحاجات اللي اكسس قران محتاجاها منها لوك، فلما ما بتلاقيش لوك تيجي انت تدوس زرار بعد كده تقوم اكسس قران تقف فكانت مسببه لي مشكله كبيره فانا يعني انصت نصيحه الاخ العزيز زابي ورحت استخدمت جيميل انستيد بدل ما استخدم لوك يعني انا دلوقتي بستخدم جيميل جوجل ميل بستخدمه بدل ما استخدم لوك يبقى انا وقفت لوك ان اكسس قران تبقى عايزه تستخدم اقلوك يبقى معنى كده حتى لو اقلوك مش موجوده عندكم اكسس قران هتبدا ومش هيبقى في اي مشاكل في بس تغيير في الايميل ان انت لما تيجي تعمل طلب مساعده وانا دلوقتي قايل دوس الزرار ده بيقول لي هنا لابد ان تدخل ايميلك في اعدادات البرنامج من قبل ان ترسل طلب مساعده ليه بقى اقول لكم ليه لان انا دلوقتي ببعت الايميل من حساب انا خلقته على جيميل سميته اي كيو هيلب ريكويست يعني اكسس قران هيلب ريكويست دوت كوم هو ده الايميل اللي انتوا هتستخدموه عشان تبعتوا لي منه الهيلب ريكويست فانا كده مش هقدر اعرف الايميل جاي لي منين دايما هيجي لي من اي كيو هيلب ريكويست ات دوت كوم فانا قررت ان انا اعمل سي سي كاربون كوبي ليك انت فانا حعرف لما الايميل يجيلي من السي سي ان انت اللي بعتت الايميل فحقدر ارد عليك فطبعا عشان كده اضطريت ان انا اعدل في البرنامج وادخل في اعدادات البرنامج الايميل يوزر ايميل ادريس فانت مش هتدخل اسمك بس لازم تدخل الايميل ادريس بتاعك عشان كده لو انا حبيت ابعت هيلب ديسك ريكويست دلوقتي ودوست الزرار هتقول لي لابد ان تدخل ايميلك في اعدادات البرنامج من قبل ان ترسل طلب مساعده فانا هكتب الايميل بتاعي احمد اسلام دوت كوم. اه كتبت بالعربي مغير ده لانجويج انجليزي احمد ات فري داش اسلام دوت كوم واي هقوم قافل كده انا حفظت الايميل فاقدر ابعت دلوقتي على طول اي هيلب ريكويست فانا هعمل هيلب ريكويست دلوقتي مثلا للشاشه دي وهقول اهو هيلب ريكويست فبدات انا بقى اضطريت اعمل انا الانترفيس اللي انتم شايفينه اهو هيروح لاحمد @access @قران دوت كوم ده جاي لي اهو سي, سي احمد أت فري داش إسلام ده الايميل بتاعي اللي انا دخلته دلوقتي فروم وهيبقى اللي هو aq help request at gmail طبعا هو منك انت المفروض فهو اللي بيحصل انت بتبعته باستخدام الجيميل اكونت ده فانت اللي انا وطبعا الايمج اللي هي الاتاتشمنت اتحطت اوريدي ومستنيه ان انت تكتب لي اي مسج كان في مشكله بقى ان انا لما كنت باجي اكتب بالعربي طبعا انا اعتبرت ان ناس كتير هيكتبوا بالعربي فانا مثلا كتبت كلمه احمد وهعمل لها بيست هنا اللي انت عايز تقوله لي بقى المشكله عندك ان جيميل ما بتفهمش العربي somehow لو انا بعته عن طريق البرمجه لو انت رحت في جيميل كده كتبت عربي اوكي هيكتب لكن عشان انا ابعته في برمجه وباكج زي دي كده من اكسس كان دايما اي عربي تعمله لي بدله علامات استفهام علامات استفهام لان الفونت بتاعتهم ما بتقدرش تفهم العربي فكانت مشكله حويصه أو لكم مثلا في ايميل من التستنج بتوعي اهو ادي الايميل اللي جايه كلها مثلا الايميل ده لو تلاحظ هنا الكلام العربي ظاهر كله كويشن مارك فانا مش هفهم اي حاجه فانا اضطريت اعمل ايه ان في الـ في اكسس قران لما انتم تكتبوا بالعربي وتدوسوا سنت بصوا ايه اللي هيحصل الايميل دلوقتي بيتبعت الايميل خلاص اهو راح اوبريشن كومبليتد السكسس اهو جالي اهو تلاحظوا جاي لي منين بصوا جاي لي من aq request help request a gmail fan دايما كله هيجي لي من الايميل ده فانا من السي سي اللي هو الايميل بتاعك اللي انت هتحطه في اعدادات البرنامج انا هقدر اعرف انه منك فانا هقدر ان انا ليك طبعا باين لي ان انا احمد باجت لان انا احمد باجت هو نفسه احمد باجت لكن المفروض قدام السي سي ده يبقى اسمك وانت كمان هتستلم نسخه من الايميل وبدل ما المسج اللي انت كتبتها لي هتبقى مكتوبه هنا هيظهر لي بدلها علامات استفهام حطيت ادي السكرين شوت اهي اللي خدتها وادي الميل ما مسج عملتها في attachment تانية ثانيه وحولتها لجيميل لجوجل ميل وهي مش هتقدر تفهم العربي لان انا قلت لها ان الاتاتشمنت دي مكتوبه بالعربي اقدر اقول لجيميل ان الاتاتشمنت مكتوبه بالعربي لكن ما اقدرش اقول ان البودي ايميل نفسه فلما افتحها إيه ادي احمد اهي اللي انا كتبتها فهقدر اقرا اللي انت قلته لي في الميل مسج اللي هي ال دي تكست والسكرين شوت الثانيه فاتمنى ان دي تكون حلت مشاكل كتيره ولغينا خلاص الديبندنسي على أقلك آه اخر حاجه عملتها حاجه مجرد فور فان ان انتوا لما تفتكروا ان انتوا لما كنتوا بتدوسوا على ابيات اكسس قران كنت انا حطيت اعلان بدل الصوره وكان اعلان الاولاني اللي انا عملته من عشر اعلانات انا من العشر اعلانات اللي انا عملتهم عجب دي تسعة فانا قررت ان انا استخدم التسعة دول في أباعة اكسس قرآن بس طبعا عشان ليهم حجم فقر... فجيت بديزاين جميل جدا هيسهل العملية دي فانا دلوقتي لما اجي ادوس الزرار أباعة اكسس قرآن هيظهر لي الفيلم الاولاني وده اللي هو عندكم دلوقتي فيلم واحد بس ما بيتغيرش، أنا عملته إن الفيلم يقعد يتغير وكل ما أعمل إعلانات جديدة اتغير، فأنا لو قفلته دلوقتي الفيلم التاني هيبدأ. ولو قفلتها وفتحتها تاني الفيلم التالت. ولو قفلتها وفتحتها الفيلم الرابع فهي بالترتيب من اول فيلم واحد للفيلم التاسع وكل ما هت تخرج هتبدا تاني تخرج من اكسس قران تماما تبدا من الفيلم رقم واحد تاني كده الفيلم رقم خمسه وكده الفيلم رقم سته وبعد كده الفيلم رقم سبعه وبعد كده الفيلم رقم تمانية وأخيرا الفيلم رقم تسعة انا بحب الحاجات دي لان انا بحب الافلام طول عمرى وب... وبحب بتدي تغيير احساس بالتغيير لاكسس قران مشكلتها ان الافلام حجمها كبير يعني انا لو رحت للفولدر دلوقتي بتاع اكسي اكسس قران تلاحظوا ان في فولدر جديد اسمه فيديوز ده الفولدر هتلاقوا فيه الفيلم الواحد بس الاولاني اللي هو عندكم شغال الافلام الثانيه بقى هتجيلكم ازاي انا ما اقدرش اوزعها مع برنامج السيراب لانها هتكبر زي ما انتم شايفين 2 ميج 3 ميج 3 ميج 3 ميج 13 ميج 15 ميج 1 ميج 7 ميج هتكبر حوالي 50 ميجا بايت فانا عملت ايه؟ تخيلوا الـ 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 مثلا السته دول مش موجودين او كلهم دلوقتي مش موجودين او الفولدر ده كله مش موجود فيديوز ده ديليت اهو ما بقاش موجود اهو خالص هبدا اكسس قران دلوقتي لما اجي انا ادوس الزرار ده دلوقتي اكسس قران هتعرف ان الفولدر مش موجود هتقوم عاملاه وبعد كده هتقوم تدور على الفيلم اللي عليه الدور اللي هو الفيلم رقم واحد المفروض لسه بادئين هتقوم عامله له داونلود شفت؟ بدات اهي تعمل داونلود انت ممكن يكان كانسل لو عملت كانسل ال... هتبدا ومفيش فيلم في الشاشه بس مفيش كده مفيش مشاكل لو قفلتها وعملت دلوقتي المفروض الفيلم التاني بتحاول تجيب هي الفيلم التاني دلوقتي وبعد ما تخلصه هتقوم بادئه الشاشه بتاعت اباعة اكسس قران وتقوم مورياك الفيلم على طول والفيلم هتلاقيه اتحط على طول في الفولدر ده اللي هي اكسس قران هتعمله فانتوا براحتكم يعني عايزين تتفرجوا على الافلام يبقوا عليها لحد ما التسع افلام ينزلوا لكم وبعد كده مش محتاجين ادي آه اهو الفيلم التاني بدا طبعا الفيلم ده مش محتاج اعمل له داونلود تاني لو انا رحت دلوقتي للفولدر بتاع اكسس قران عملت اف 5 عشان ترفرش ادي آه الفيديو اهو اتعمل تاني وادي الفيلم اهو الفيديو التاني نزل طبعا عشان انا لغيت الفيديو الاولاني لو قفلت دلوقتي المفروض الفيديو التالت فهتبدا تنزله فتلاحظوا هنا بدات تنزله اهو الفيديو التالت. التالت لسه صفر عشان لسه بينزل وأول لما يخلص هتلاقوك الحجم بتاعه بقى طبيعي وأكسس قرآن هتقوم لعباه في الشاشة بتاعت أباوت أكسس قرآن. وبدأت على طول تلعب الفيديو الـ mp4 طبعا أنا ده ما زودتش أي أوفر هيد على أكسس قرآن اللي هو البرنامج نفسه. سنة ما اقفل ده ما زودش اي اوفر هيد يعني زياده في التحميل لان انا اصلا بستخدم المايكروسوفت ميديا بلاير في اللي هو في الام بي 3 فانا مركبه اصلا في اكسس قران فكل اللي انا عملته ان في الشاشه دي قلت له العب لي الفيديو ده والفيديو انت بتعمل له تحميل لكن انا ما زودش اي اكسترا اوفر هيد يعني زود حجم البرنامج او اي حاجه لا طبعا بس انت محتاج تجيب الفايلز اللي هي البلاير اللي هي مايكروسوفت ويندوز بلاير او ويندوز ميديا بلاير ان هو يلعبها بس مش اكتر كده لو الفايل مش موجوده لو انت عملت كانسل او قفلت الشاشه دي دلوقتي هيبدا طبعا بالفيديو بلاير بس مفيش فيلم هيلاقيه فمش هيلعب تبقى الشاشه سودة بس يعني فانا عملت كل الاحتياطات اللازمة ان انا ما يبقاش اجبار عليا ان ان انا اوزعها وما يبقاش في نفس الوقت اجبار عليكم ان انتوا تنزلوهم لو عايزين تنزلوهم نزلوهم لو مش عايزين تنزلوهم مش هتفرق خالص طبعا يعني الشاشه دي كلها مجرد كريديت للناس اللي هم اشتغلوا في اكسس قران فانا هو مثلا هقفل من هنا دلوقتي قفلتها فمفيش فيلم خالص فهي مجرد كريدت للناس اللي يعني كان ليهم دور بطريقه ما في تكوين اكسس قران كل الاشخاص اللي انتوا شايفينهم دول عدنان الرفاعي محمد ابو اويدر هاني محسن محمد علي خلي خليكو وسليم سلطان وخالد اسماعيل اشكرهم جميعا وعلى النوت دي اسيبكم على خير واتمنى ان اكسس قران تكون فعلا بتوصل اذا انتم شايفينها انها بتوصل بطريقه البرفكشن انها تبقى حاجه بيرفكت للاستادي بتاعت القران واللي كلنا زي ما انتم شايفين في العصر المنايل ده محتاجينها ان احنا نقرب من كتاب ربنا يمكن المبادئ والقيم والاخلاق والانسانيه ترجع تاني للبشريه السلام عليكم